السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مشروع من المشاريع اللي بيدل على الشراكة، بناء الشراكة ما بين المؤسسات الدولية والحكومات المحلية. المشروع ده هو زراعة 1500 شجرة في هذه المدرسة وضواحيها بنجمانيو، اللي هي في منطقة من المناطق في جنوب كينيا التابعة لخليفي، منطقة محافظة خليفي. المشروع ده اتعمل مع ما بين الإغاثة الإسلامية والمدرسة والحكومة المحلية علشان التغير المناخي وارتفاع الحرارة، فهو ده أشياء من الأشياء الممتازة الجميلة. زي شايفين الشجر قد إيه صغيرة اهي قدامكم، ودي شجرة تانية هنا، علشان تساعد في تحسين المناخ وتخفيض درجة الحرارة بتاعت الجو اللي موجودة هنا علشان تمنع التصحر والجفاف. دي أحد المشاريع اللي هنتكلم عليها علشان تبني الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة المحلية وما بين المؤسسات الدولية، وهي مشاريع لا تكلف الكثير ولكنها فكر يغير المجتمع، سواء كان المناخ البيئي المجتمع أو مناخ الثقافة المجتمع أو مناخ القيم المجتمع، هو بناء الشراكة ما بين المؤسسات الدولية وما بين المؤسسات المحلية بين الحكومات المحلية. فنرجو من الشباب أنهم لا يهملوا المناخ ولا يهملوا التغير المناخي، ويتحدوا تأثير الشركات العملاقة وتأثير المصانع والمصانع الكيماويات إلى آخره إلى آخره التي تفسد المناخ. فنحن نصلح ما أفسده الآخرون، أصحاب الأموال وأصحاب التجارب وأصحاب كل هذه الأشياء التي أصحاب الكسب السريع على الأقل نحن نتكلم عليه. فإحنا نشكر هنا الحكومة المحلية، كذلك نشكر الإغاثة الإسلامية على أنها دعمت مشروع كهذا، مشروع التغير المناخي بزراعة 1500 شجرة في هذه المنطقة حوالين المدرسة الابتدائية. إحنا شايفين الطلبة وكلهم جوه في الداخل كانوا معنا الآن. أراكم إن شاء الله في محطة أخرى في كينيا في مشروع آخر، مشاريع الشراكات ما بين المؤسسات الدولية والمؤسسات المجتمع المدني المحلية والحكومات المحلية. والأطفال هم خرجوا مع المتطوعين من الإغاثة الإسلامية عشان يدخلوا عليهم بهجة وسرور في هذا اليوم الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.